تنعقد في تونس اليوم أعمال قمة زعماء الدول العربية بدورتها 30 والتي تجري في ظروف استثنائية دقيقة، على رأسها الاعتراف الأمريكي لإسرائيل بسيادتها على الجولان السوري المحتل. وفي ظل هذه الظروف الصعبة تتجه الأنظار إلى ما ستحمله القمة من آمال على صعيد الالتفاف حول القضايا المصيرية وتوحيد الخطاب بشأنها. في ظروف استثنائية بالغة الدقة تنعقد الدورة 30 لقمة زعماء الدول العربية في تونس وسط تطلع عربي كبير لما قد تحمله هذه القمة لشعوب هذه المنطقة من حلول أو رؤى عملية بناءة قد تضعها في بداية الطريق لحلحلة ما استعصى على تلك المؤتمرات لعقود. القضية الفلسطينية التي كانت حاضرة دوما في جميع القمم السابقة تترقب الأنظار إلى أي جديد قد تأتي به قمة تونس بشأنها، لا سيما في ظل الرفض الإسرائيلي لأي حل لا يكرس بمعظمه في خدمتها وإن على حساب الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة. حق العودة إلى الديار الفلسطينية من شتات اللجوء والقدس كعاصمة لدولة فلسطينية من تلك التي تأبى إسرائيل حتى مجرد التفاوض عليها في ظل انقسام فلسطيني انعكس على معظم أرجاء البلاد، وكان قطاع غزة أكبر الدافعين لفاتورته في ظل الحصار وممارسات الاحتلال التي تحاول تكريس ما يسمى بصفقة القرن كواقع لا محيد عنه. على جدول أعمال قمة العرب كذلك قضية الجولان السوري المحتل والذي فاقم من مأساته الاعتراف الأمريكي بالسيادة الإسرائيلية عليه. كذلك هناك الحرب السورية التي تعد أكبر مأساة إنسانية في القرن الحادي والعشرين ولا تزال تنهش في جسد سوريا وأبنائها، وإن تعافت بعض أجزائها حديثا من إرهاب تنظيم داعش على أيدي قوات سوريا الديمقراطية فهي تنتظر العلاج الناجع لشتات قضيتها على منابر السياسيين، بينما الاحتلال التركي لا يزال يقضم آمال شعبها في الخلاص كما قضم الكثير من أراضيهم في الشمال. ما بين هذا وذاك تبقى الآمال معلقة على ما ستفصح عنه قمة تونس، هل تكون فاتحة إجماع عربي فاعل وجاد أم أنها ستأفل كما أفلت سابقاتها من القمم مكانا للتنديد الجاف والتقاط الصور التذكارية للملوك والزعماء. والحديث أكثر مشاهدينا حول هذا المحور سعدني أن أرحب بضيوفي معي من القاهرة دكتور طه علي محلل وباحث بمعهد الدراسات الأفريقية، ومن دمشق الأستاذ شوكة أبو فخر كاتب وصحفي. ضيفي الكرام أهلا بكم على شاشة قناة اليوم. ضيفي من دمشق، لو أبدأ من عندك أستاذ شوكة، مساء الخير. أستاذ شوكة، إذن القمة العربية ذات النسخة 30 الآن، التوقعات بشأن ما يمكن أن تصدر من هذه القمة في ظل غياب كبير من قبل الرؤساء العرب وتجميد لعضوية دمشق، ما المتوقع من هذه القمة أستاذ شوكات؟ بداية مساء الخير لك ولجميع المشاركين والمشاهدين. أعتقد أن الحديث عن القمم العربية يبعث في نفس العرب على الأسى والحزن معا. فعندما كان العرب بحال أفضل لم تكن الأمال كبيرة من قممهم، فكيف حال العرب اليوم على ما هم عليه؟ أن الأمال، أعتقد أن الأمال المشروعة من قمة تونس تبقى هي محض أمال. لا أعتقد بكثير سيصدر عن هذه القمة مع التقدير كل المشاركين والقادة العرب اللي عم بيشاركوا بهذه القمة، ولكن جدول الأعمال الحافل والموضوعات المدرجة كل من هذه النقاط تحتاج إلى موقف صلب. أعتقد أن العرب ليس بوارد القدرة على اتخاذ أي من المواقف في مواجهة الصلف الأمريكي ومواجهة لما يخطط في المنطقة وما بدأ بتنفيذه عمليا من خلال صفقة القرن وموضوع القدس وأخيرا
وليس آخرا موضوع اعتراف ترامب بالسيادة الإسرائيلية على الجولان، ما يفتح شهية الإسرائيل لمزيد من الضم والقضم بخصوص الأراضي العربية في الضفة الغربية ومزارع كفر شوبة اللبنانية. يبقى الأمل في على الأقل في أن يخرج العرب بموقف موحد، ولعلنا نأمل بأن يأخذوا موقف ولو كان يرضي بعض الطموح العربي بخصوص الموضوعات المدرجة. لعله يعني لعل هذه القمة تكون كسابقتها وتكون رقما يضاف إلى سجل القمم العربية، هذا ما نعمل. ولكن تبقى كل الآمال هذه محض الأيام القادمة بما سيقدم عليه العرب عمليا بعد التوافق على إعلان تونس. طيب دكتور طه علي، مساء الخير. أهلا بك. أهلا وسهلا دكتور طه. استمعت إلى الأستاذ شوكة ضيفي من دمشق، يعني حقيقة قضايا كثيرة وأجندات كثيرة موجودة في القمة 30 للدول العربية. التوقعات بشأن هذه الأجندة، يعني موضوع الاعتراف الأمريكي بسيادة إسرائيل على سوريا، الحديث عن الخطر التركي والإيراني، وضرورة إنشاء بشكل أو بآخر حلف للتصدي لهذه الأطماع من قبل تركيا، والحديث عن دور إيران وضرورة التوافق على صيغة معينة لعودة دمشق إلى الجامعة العربية، كل هذه الملفات دكتور طه، تفضل المنبر لك. يعني بداية خلينا نوضح أحد أهم مكتبات انعقاد هذه القمة هو حدوثية في ذاته، ذلك أنه كان من المفترض ألا تكون هناك قمة في المقام الأول، وبالتالي حرص العرب على التقاء أفضل دوما من حرصهم على التفرق وإن كان ذلك بشكل معلن. أما فيما يخص زخم القضايا التي يعني تزخر بها هذه القمة مما يجعلها من غير مأمول أن تخرج بفعلية تلبي محاولة تطلعات الشعوب من مثل تلك التجمعات لقضاتهم، إنه فيما يخص القضية السورية سبيل المثال والاعتراف السوق الامريكي بالجولان باعتبار انها يعني باعتراف المستجدات، يعني هذا الامر اتصور ان القادة العرب في غالبيتهم عبروا عن مواقف مناهضة للموقف الامريكي في الايام الاخيرة. المملكة العربية السعودية، دولة الامارات، جمهورية مصر العربية، الكثير من الدول العربية عبرت عن موقف رافض للموقف الامريكي، وبالتالي حتى إن لم يصدر بيان، يعني أنا أتصور متوقع طب يصدر بقى في البيان موقف مناهض، يعني أقصد أن العرب عبروا فيما سبق الأيام السابقة على موقفهم من هذا الأمر. أما فيما يخص قضية القضية الفلسطينية فهو أمر يعني عبر عنه عن جامعة الدول العربية وكثير من المتحدثين اليوم عن الاعتماد المبادرة العربية باعتبارها مرجعية الأطراف العربية في التعامل مع القضية الفلسطينية. الدولة المصرية في هذا السياق تبذل الكثير من الجهود على أرض الواقع، وبالتالي يعني متوقع يعني معروف اللي هيتقال في القمة العربية فيما يخص هذه الأمور. لكن يعني برضو عودا على بدء كون فيه قمة أصلا في ذاته في ظل هذا الشقاق العربي وهذه الخلافات والتحديات التي تشهدها الكثير من الدول، عندي حراك جزيرة تحدد الشمال الأفريقي، عندي خلاء، عندي إشكالية كبرى يعني دكتور طه، يعني القمة انعقدت صحيح، ولكن هناك 12 رئيس عربي غايب عن هذه القمة، وهناك أمير قطر غادر القمة حتى قبل ما تبلش. دكتور طه بعجالة لو سمحت حتى أعود للأستاذ شوكت. نعم، يعني موقف الأمير القطري في هذا السياق موقف يعني كان طبيعي أنه يحدث ذلك، أنه حينما تغاب في القمة السابقة في المملكة العربية السعودية نكاية في إحدى الدول الكبرى أو نكاية في الموقف العربي الموحد ضد السياسات القطرية داعمة للإرهاب، كان هو متصور أمير قطر أنه هيجي يلاقي الترحاب اللي هو يتمناه في ظل ده يعني التشابك والعناق القطري الإيراني مهدد للأمن الإقليمي. طيب خليني استنى عند هذه النقطة دكتور طه لو سمحت لي.
الامن القومي العربي. نعم. انت احد مهددات هذا القوم العربي، فطبيعي ان يعود محملا بخفي حنان من تونس. طيب جميل، وصلت الفكرة. أستاذ شوكت، في هذه النقطة بالتحديد موضوع دعم الجماعات الإرهابية والأمن القومي العربي كما أشار دكتور طه، وأيضا حتى الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط قال بأن لدى إيران وتركيا دور سيء جدا في موضوع زعزعة أمن واستقرار المنطقة العربية، برأيكم هل تنجح إعادة سوريا إلى الجامعة العربية بتحييد دور إيران في المشهد السوري؟ تفضل أستاذ شوكت. لو سمحت لما أسمع السؤال في بداية السؤال لم أسمعه جيدا. طيب تفضل، تكرم عينك، راح أعيد عليك السؤال. الموضوع أنه أمين العام للجامعة العربية قال بأن لدى إيران وتركيا دور مزعزع لأمن واستقرار المنطقة، في نهاية المطاف هل عودة سوريا إلى الجامعة العربية مرهون بتحييد إيران للمشهد السوري؟ هذا مطلب الدول العربية أستاذ شوكت. يا صديقي، يعني هلا هذا الموقف العربي من إيران ومن تركيا هو يعكس التحالفات، أو إذا صح التعبير المحاور العربية في ضمن مؤسسة القمة العربية نفسها. نحن يعني اليوم للأسف يعني الواقع العربي واقع مزري، يعني لمجرد انعقاد القمة في موعدها نشكر الله انها انعقدت في موعدها وبين الحضار، رغم ان الكثير من القادة يذهبون الى هذه القمة وهم محملين باجندات ولتفجير هذه القمة. موضوع العلاقات مع ايران وموضوع العلاقات مع تركيا هذا موضوع قديم ولا يمكن ان نحله في هذا الاطار. إيران ترتبط بعلاقات مع معظم الدول العربية، حتى التي تطالب بترملك العلاقة مع إيران هي ترتبط، والميزان التجاري معها دول الخليج ميزان التجاري معها رابح مع إيران وعلاقاتها جيدة مع إيران، وممكن حل المشاكل مع إيران بطرق سلمية وممكن عبر الحوار. الطرف التركي اليوم هو يحتل أرض عربية، يحتل أرض سورية، هو مسؤول عن إراقة الدم السوري. العرب لو كانوا قادرين على اتخاذ موقف كانوا على الأقل اتجهوا باتجاه الطرف التركي وفرملوا علاقاتهم مع هذا الطرف التركي، وممكن ممارسة الضغط على الطرف التركي، وهو الأشقاء في مصر يعرفون هذا الموضوع. يعني الطرف التركي له دور تخريبي في العلاقات العربية العربية. إذن المشكلة واضحة، ولكن العرب قبل رمي الكرة في ملعب إيران وفي ملعب تركيا وفي ملعب ترامب، دعنا نعترف أن العرب فيما بينهم ليسوا العلاقة. طيب أستاذ شوكت، ما هو المطلوب من دمشق حتى إعادتها مرة أخرى إلى الجامعة العربية؟ هناك دول توتر ممكن تفجيرها بأي لحظة. طيب. إذن العمل في إطار قمة عربية في يوم وفي خلال 48 ساعة وبيان ختامي هذا لن يجدي نفعا. هناك مشكلات مستعصية لابد من حلها في إطار العربي الثنائي، ولا مانع في هذا الإطار أن تكون العلاقات البينية هي رتيجة لعلاقات أوسع. إذا لم تكن العلاقات بين قطرين عربيين هي مثال لعلاقات جيدة، فكيف يمكن البناء على علاقات بين أقطار عربية متعددة مع الجوار؟ أنا كنا نعتقد لا نريد أن نسقف عمل القمة ودول أعمالها وما ستخرج به، ولكن كنا نعتقد من العرب اليوم بعد هذا الحال اللي وصلنا إليه، حال من هذا الإجراء وهذا الصلف الأمريكي، أن يخرج العرب بموقف على الأقل يلوح بموضوع مبادرة السلام العربية التي طرحت في قمة بيروت. اليوم بمن تطرح أنت مبادرة السلام؟ على من هو الطرف الآخر الذي يقبل اليوم بك كجانب عربي تريد السلام؟ هو لا يريد السلام، هو يريد كل الأرض، يريد كل شيء، ولا يعير بالا لأي قيم ولأي عرب ولأي. طيب أستاذ شوكت، نعم، خليني أرجع عند دكتور طه أسأل عليه سؤال. دكتور طه، بالعودة إليك، موضوع هذه الخلافات العربية في نهاية المطاف في ظل غياب زعماء 12 دولة وملفات كثيرة أشرت حضرتك إليها مع الأستاذ شوكت، وأراضي عربية محتلة، وهناك تصعيد في غزة، هل سيكون هناك في نهاية المطاف قرارات مؤثرة مصيرية دعنا نقول الخروج بشيء في هذه القمة؟ يعني على أقل تقدير هناك من يتساءل بصيغة سؤال، هل أبسط يعني شيء مثل ما بيقولوا، هل ستعود دمشق مرة أخرى إلى الجامعة العربية، أم هناك شروط مطلوبة من دمشق مطروحة من قبل الجامعة العربية؟ دكتور طه، يعني خلينا نتفق بداية عن أن علم التنظيم الدولي أو المنظمات
الدولية والعلاقات الدولية يحدثوننا بأن أي منظمة يعني على سبيل المثال الجامعة العربية يعني أو أي تجمع وتكتل واتفاق واجتماع إلى آخره، عمل جماعي قوته تنبع من قوة أطرافه في المقام الأول، قوة العلاقات البينية بين أطراف هذا التجمع في المقام الثاني والأهم أيضا. وبالتالي بالنظر إلى غياب 12 زعيم عربي عن هذه القمة، سفر بعض القادة في ما يعني قبل أن تنتهي القمة، عدم وجود رؤية موحدة بين الأطراف العربية في ظل عبس وعربدة إسرائيلية إيرانية تركية في أمن ومقدرات العالم العربي، من غير كل ده بيقول لنا أنه من غير المتوقع أن تخرج القمة عن الإطار التقليدي والمعهود عليها والممثل فيه، ليس أكثر بيان يعبر عن في صيغة إنشائية ونظرية عن كيف أن هناك مآسي ومهددات تواجه أمن القوم العربي وينبغي إلى آخره. وبالتالي من غير المتوقع أن تخرج هذه القمة ب يعني قرارات استثنائية، وإلا كانوا اجتمعوا في المقام الأول يعني. لكن برضو أعيد وأؤكد أن يعني الحفاظ على دورية القمة في حد ذاته، والحمد لله إنها أفضل ما متقومش يعني، هذا فيما يخص هذه القمة. لكن اسمح لي أؤكد على فكرة إن السياسة دائما مرتبطة بالأرض، السياسة مرتبطة بتفاعلات القوة وتوجهات المصالح في الأرض، بمعنى أن الأطراف العربية المتضررة من مهددات الأمن العربي والمعترف بضرورة مواجهة هذه التهديدات مثل مصر، الإمارات، السعودية، البحرين، هذه الدول ينبغي عليها بذل المزيد من أجل خلق واقع جديد يضغط على الفاعل الإيراني والفاعل التركي سواء في سوريا أو في أي مكان أو في القضية الفلسطينية. وبالتالي العرب مطالبين بالعمل يعني من أجل المزيد لتغيير الواقع على الأرض، حتى يمكن يكون هناك استقلالية في اتخاذ القرار في مثل هذه القضايا. وبالتالي الاجتماع في ذاته لن يعني إن لم يتغير الواقع على الأرض لن يكون هناك أكثر من مجرد توصيات استشارية يعني ليس ملزمة لأحد. وبالتالي يرى واقع الصراع في أرضية الصراعات هو ده مطلب مهم جدا. عودة سوريا إلى حضن الجامعة العربية أنا أتصور أنه بيتم التمهيد له رويدا وكما أوصت الدولة المصرية أنه ينبغي المزيد من الوقت للدولة السورية لمراجعة مواقفها تجاه الإيرانيين وفي هذا السياق، لأن أنا ما ينفعش. طب ممكن يكون شرط دكتور طه، يعني افهم من كلامك أنه شرط عودة دمشق إلى الجامعة العربية هي تغيير سياساتها أو تحالفها مع إيران؟ ده شرط أساس، لأن لن تقبل دولة بعد اليوم في دخلة في تحالف من هذه الكثافة. حدثني عن بعض العلاقات بحكم الأمور على الأرض مع إيران، حتى مع إسرائيل، بحكم خدمة مصالح الشعوب ممكن، لكن هذا التحالف الاستراتيجي الكثيف كما هو بين نظام بشار الأسد وإيران أنا من المستبعد أنه خليني أخذ وجهة نظر أستاذ شوكت. أستاذ شوكت، يعني عودة دمشق للجامعة العربية مرهون يعني بتغيير دعنا نقول إلى حد ما سياساتها مع إيران. أنا أعتقد هذا الأمر مرفوض من جانب دمشق، يعني العلاقات السورية الإيرانية علاقات قديمة وتجدرت تمكنت خلال السنوات السابقة، وهذا أمر مشروع. أي دولة من حقها أن تكون لها علاقاتها، بالنهاية إيران كسبت ب علاقات دبلوماسية مع معظم الدول العربية وعلاقاتها جيدة، وهو بعض الدول العربية لها مشاكل مع إيران في الحل، ولكن أن تشترط على دمشق أن تغير من سلوكها وتغير كذا، أعتقد أن هذا الأمر فيه تعجيز يعني من الجانب السوري. إذا كان العرب راغبون في عودة سوريا يمكن عودة سوريا، ويمكن مناقشة هذا الموضوع في الصحراء العربي، وفي لحظتها ممكن السوريون يعني يستجيبون كثيرا للمطالب العربية، ولكن أن تضع هذا الشرط أعتقد كمن يضع الحصان أمام العربي مقدما وأنتقل بذلك. الكثير من الدول العربية ترتبط بعلاقات مع العدو الإسرائيلي، دمشق لم تشترط على أحد في هذا الموضوع يعني. هناك
قرار وطني لكل من هذه الدول. ما أعتقد أن إذا كان العرب حريصين على سوريا فالأجدى أن يقفوا معها بداية في خلاص من حرب السورية التي تعصف وتشتت وتقتل ولم تبقي أحد في منزله. يعني الموضوع السوري اليوم ليس موضوع الجولان على خطورته مع التقدير يعني لصمود أهلنا في الجولان ولخطورة ما أقدم عليه ترامب. الموضوع السوري برمته بحاجة لموقف عربي السوري وليس إضاءة سوري عليها. طيب دكتور طه، سؤال أختم معك هذا المحور، يعني هذه القمة العربية والآن في ظل ما تفضلت حضرتك والأستاذ شوكت ما أشار إليه، يبدو بأن الموضوع بات في خانة التعجيز من قبل كل طرف موجود في هذه الجامعة العربية. فيما يتعلق بموضوع الوعود والعهود، هل سيكون هناك نتائج جديدة أم ستكون عينها النتائج دكتور طه؟ سوف يكون الأمر كما أسلفت لحضرتك، سوف يعني لن يعد الأمر كونه مجموعة من التوصيات غير الملزمة لأحد، وإلا لكانوا اجتمعوا حتى نهاية القمة. وبالتالي أنا يعني من غير المستبعد أن من غير المتوقع أن تغير القيادة السورية سلوكياتها وممارستها وحجم العلاقات الاستراتيجية الكثيفة والمهددة للأمن القومي العربي في مع إيران في المدى المنظور. اللهم إذا كان هناك المزيد من الجانب العربي لتغيير الأرض لإجبار الطرف الإيراني، وده بالمناسبة اسمح لي لن يعني يحدث في الجبهة السورية فقط، لكن هناك الأمر مرتبط بالجبهة اليمنية وأيضا الجبهة القطرية التي فتحت أحضانها للأمن للفعل الإيراني للمزيد من تهديدات الأمن القومي العربي بشكل. طيب ماذا عن تركيا؟ من غير المتوقع أن ضل معي دقيقة، فماذا عن تركيا؟ تفضل. نعم، ماذا عن تركيا؟ ماذا عن دعنا نقول الأمور التي ستقوم بها دول العربية أو الجامعة العربية للتصدي لنوايا تركيا إن كان في سوريا أو حتى في المنطقة العربية؟ يعني سوف يكون هناك أتوقع أن يتم تضمين بند بالرفض عربي للدور التخريبي التركي في الأراضي السورية والعراقية أيضا، ودعم تركيا للتنظيمات المتطرفة المعارضة في المنطقة العربية بشكل عام. ده موقف العربي ومعلن ومعروف من الجانب. نعم. طيب ضيفي من القاهرة دكتور طه علي، محلل وباحث بمعهد الدراسات الأفريقية، شكرا جزيلا لك. وشكر لك ضيفي من دمشق الأستاذ شوكت أبو فخر، كاتب وصحفي. مشاهدينا فاصل وندخل المحور الثاني وبتحديد الانتخابات التركية.